هات في كفرات اهي، دي جاهزة بتاعت انتريه. بس دي كراسي ولا كفر كامل؟ في كامل وفي كراسي فرداني. في كراسي فرداني وفي كامل، وبالكورنيش كمان بتاعه. يعني الكرسي الكرسي ده الانتريه ده عامل كام؟ ده عامل 100. عامل 100 كرسي لوحده، انما الكفر كامل عامل كام؟ في كفر ب 650، في كفر ب 750، في كفر ب 850. طب ممكن اشوف الثلاث اسعار دول؟ هو بعلبتهم ولا ايه؟ بعلبتهم. ده كده بعلبتهم. بيجي كرسيين وكنبتين. وكنبتين، وفي اربع كراسي وكنبه. وفي اربع كراسي وكنبه، ده عامل كام وده عامل كام؟ بيبتدي 650، وانت طالعه عشان الجامبو ب 850. الجامبو ب 850. والعادي ب 750. ودوت ب 650. ب 850. تمام. وعندك كامل وعندك كراسي لوحديها. لما اطلع لك كرسي سفره. ماشي. طب هي لما تطلع الشغل بتاعها، لانها والله بصوا لسه بتفرش اهي، يعني لسه على الله. ده قطيفه كرسي السفره، ده قطيفه. ما شاء الله. ده عامل كام الكرسي السفره ده؟ في 50 وفي 40. في 50 وفي 40، ده القطيفه. ب 35. وب 35؟ ده اللي معاكي ده ب 35؟ لا لا، يا انواع يعني. انواع. ده القطيفه ده ب 50. حلو قوي القطيفه دي. القطيفه التقيله. القطيفه التقيله حلوه. استنى اقول لهم العنوان عشان يعرف. بصوا يا بنات، برضو ما زلت انا في الشارع اللي قدام باب العيادات الخارجيه هناك اهي. لو جايه اتجاه المترو هتنزلي الشهداء وتبدلي اتجاه المرج وتنزلي حلميه الزيتون، تاخدي توك توك لغايه باب العيادات الخارجيه. الشارع اللي قصاده ده امشي فيه بطوله، هي اخر الشارع، اخر الشارع. لسه بتفرش اهي. ده كرسي سفره؟ ده كروشه. كريشه. بس كرسي سفره كبير قوي. ده الكراسي القطيفه اللي هي الكبيره اللي بيبقى ليها رسمه من فوق كده. ده كرسي واحد ولا ممكن يلاقوا عندك السته؟ لا، بيلاقوا عندي السته. بيلاقوا عندك السته. الوان واحده ولا الوان متفرقه؟ في ده وفي ده. يعني تقف بقى تجيب لنفسك، لقيتي الست الوان تلاقي، ما لقيتيش ثلاثه كده وثلاثه كده، او كل كرسي لون على حسب ما انت عاوزه. وعندي الستان كمان. وعندك الستان. تمام. الستان ده عامل كام؟ ده 35. ده 35. بصوا ده ستان اهو، حلو والله. بصوا القعده اهي لغايه الخط ده كده، القعده بتاعت الكرسي. صح. طب ماشي، ما انت عندك كرسي اهو، نشوف كده على الكرسي. بصوا يا بنات، هتلبسوا الكرسي دلوقتي. معلش هو كرسي كلش عن كان، بس عشان نبين لكم بس الشكل بتاع الكرسي عامل ازاي. ده كده الاسود اهو، ده كده الاسود. ده عامل كام؟ ده 35. ده 35 جنيه؟ ده 35 جنيه. ده كسر الكرسي خالص، ما خلاش الكرسي فيه عظمه باينه. 35 جنيه. ده الذهبي؟ وده الذهبي اللي احنا مسكناه دلوقتي اللي هو الستان، ب 35 جنيه برضو. المهم ان قصته جميله قوي، عجباني قصته. بصوا انا كنت عاملاهم لفراشه. ده لفراشه، يعني كنت عاملاهم لفراشه. دي حلوه قوي، حتى الكسره دي مش موجوده عند ناس كتير، يعني مفيش ناس كتير بتعملها. ده كده شكل الكرسي اهو برضه. اهي احلى حاجه ان الكرسي مش باين منه اي حاجه خالص، وده ب 35 جنيه برضه. وعندي كنب فرداني. وعندها كنب فرداني كله جاكار اهو. على فكره الحاجه دي انا كنت بجيب منها الطواجن دي واحطها في الفرن اهي. انا جبت منها كام طاجن كده ودخلتهم الفرن، كانوا بسم الله ما شاء الله حلوين. عملت فيهم اكل ودخلتهم الفرن، بس ما شاء الله ما جرالهمش حاجه. الازاز دي، ده كده كرسي كنبه. ده كده الكنبه الصغيره مش الكبيره. دي الكنبه بقى لوحديها بكام؟ ب 250، وفي كنبه ب 350. الكنبه دي ب 250 وفي كنبه ب 350. تمام تمام. عندك بالطلب وبالتليفون. طيب ماشي، لو في رقم تليفون هاتيه وهم يكلموكي ويوصلوا لك لحد هنا وتتابعي معاهم. لو حد عايز يجي لك لحد هنا او حد عايز حاجه معينه انت تعملها له. رقم تليفون كام؟ 011 28 48 22 22 13 13. تمام. الواتس مسلم الخياط. ام اسلام الخياطه، انت اللي بتعملي الحاجه دي. لو عايزه تكلمني على الواتس، انا في ورشه. هو ده الرقم بتاع الواتس؟ تمام، عندها ده رقم الواتس، وممكن تكلموها لو انتوا عايزين حاجه معينه، وهي اللي بتقفل الحاجه دي. الكراسي دي سعرها حلو قوي، ما يجيش على قماشها بصراحه، ب 35 جنيه.
وفي حاجات تانية كتيرة زي ما انا وريتها لكم في الفيديو. وتابعوني وحط لايك وسبسكرايب لقناة عمر، شوف القناة وصلك كل جديد. شكرا يا ام اسلام، تسلمي لي.